بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنكمل الدرس الأول من الباب الأول من كتاب مندليف كيمياء تالتة ثانوي 2025. كنا وقفنا عند السؤال 77. السؤال 78 حالات الاستقرار بيقول أيًا من الأكاسيد التالية يكون فيها أيون الفانديوم أكثر استقرارًا؟ أحد حالات الاستقرار إن الدي يكون فارغ أو يكون نصف ممتلئ أو ممتلئ بالكامل، تمام؟ هنحسب عدد تأكسد الفانديوم في الأربع اختيارات. الفانديوم هنا موجب 2، الفانديوم هنا لو حسبت عدد تأكسده هتلاقيه موجب 3، الفانديوم هنا موجب 4، الفانديوم هنا موجب 5. الفانديوم بيكون أكثر استقرارا لما يكون موجب 5. التوزيع الإلكتروني للفانديوم بيكون نهايته 4s2 3d3، تمام؟ طبعا هنا بكتب أرجون 18، ده توزيع ذرة الفانديوم أو الفانديوم. لما يفقد 5 يفقد 2 من الاس و3 من الدي، هيبقى الدي فارغ، هيكون هنا الذرة أكثر ثباتا واستقرارا، يبقى الإجابة الصحيحة هي د. السؤال 79. الأيون الأقل استقرارا من الأيونات الآتية هو سكنديوم موجب 3 ولا خرصين موجب 2 ولا منجنيز موجب 3 ولا حديد موجب 3؟ المفروض ان انا معايا التوزيع الالكتروني للعشر عناصر زي ما انتوا عارفين، فاحنا بنبدأ نفقد الكترونات من الفور اس قبل الثري دي، يعني السكنديوم موجب 3 انا افقد 2 من الاس وبعدين 1 من الدي وهكذا. فلو جينا وزعنا السكنديوم موجب 3 هنلاقيه ارجون 18 فور اس 0 ثري دي 0، دي حالة استقرار. الخرصين موجب 2 هيبقى أرجون 18، بعدين هفقد 2 من 4S هيبقى 4S 0 3D 10، تمام؟ دي حالة استقرار، الدي مكتمل بالكامل. المنجنيز موجب 3 هيبقى أرجون 18 4S 0 3D 4، دي مش حالة استقرار، يبقى أكيد هي دي الإجابة. حديد موجب 3 هيبقى أرجون 18 بعدين 4S 0 3D 5، الدي هنا نصف ممتلئ فتكون الذرة أكثر ثباتا واستقرارا، يبقى كل دي حالات مستقرة، أقلهم في الاستقرار هو منجنيز موجب 3، يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال رقم 80 بيقول لي أي من أزواج المركبات التالية تكون فيها أيونات العناصر الانتقالية أكثر استقرارا؟ تعال نحسب كده كل حالة تأكسد لعنصر انتقالي هنا. النحاس هنا موجب 2، تمام؟ ما هو الكلور سالب 1 في 2 بسالب 2 تروح الجهة التانية موجب 2. أنا بدأت أحل بسرعة لأن إحنا اتدربنا عليها الفيديوهات اللي فاتت. هنا الكبريتات ثنائي، المنجنيز ثلاثي، يبقى هنا منجنيز موجب 3. أنا لسه قايل لك في السؤال اللي قبله المنجنيز موجب 3 هيكون الدي فيها 4، يبقى دي مش حالة مستقرة، يبقى أنا هلغي الإجابة ألف. على فكرة النحاس الثنائي أكثر استقرارا وثباتا من النحاس الأحادي، لأن الامتلاء النصفي أو الكلي للمستوى الفرعي دي مش هو العامل الوحيد لثبات المركبات أو استقرار المركبات. النحاس الثنائي طاقة الإيماء بتاعته أكبر من النحاس الأحادي فيكون أكثر ثباتا واستقرارا منه. التيتانيوم هنا لو حسبته هتلاقيه موجب 4، سالب 2 في 2 بسالب 4 اللي هي الأكسجين تروح الجهة التانية موجب 4. التيتانيوم موجب 4 يبقى أرجون 18 4S 0 3D 0، دي مستقرة. أما الحديد هنا حديد ثنائي، لو جيت تخلي الحديد يفقد 2 هيبقى نهايته 4S 0 3D 6، دي مش أكثر استقرارا، يبقى دي كمان غلط. هنا هتلاحظ إن الحديد ثلاثي والمنجنيز ثنائي، ما هو الكبريتات سالب 2 تروح الجهة التانية تبقى موجب 2، الكلور سالب 1 في 3 بسالب 3 تروح الجهة التانية موجب 3. لو انت وزعت الحديد الثلاثي هتيجي تبص هتلاقي اخره 3D 5، الدي هنا نصف ممتلئ، ولو وزعت المنجنيز الثنائي هتلاقي اخره برضو 3D 5، هنا الدي نصف ممتلئ فتكون الذرة اقل طاقة او الايون هنا اقل طاقة، يبقى اكثر ايه استقرارا، يبقى الاجابة الصحيحة هي جيم. السكنديوم هنا هتلاقيه موجب 3 مستقر، بس الكروم الثنائي مش ده أفضل استقرار، هتلاقي نهايته 3D 4، يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال 81 بيقول لي عنصر إكس يقع في المجموعة الرابعة بي من الجدول الدوري، وعند اتحاده مع الأكسجين يكون أكسيده الأكثر استقرارا هو. المجموعة الرابعة بي زي مثلا التيتانيوم، زي ما أنت شايف كده في الجدول الدوري أهو، المجموعة الرابعة بي زي مين؟
التيتانيوم هو بقى عايز الأكسيد الأكثر استقرارا، هل هيبقى الموجب 2، ما هنا عدد التأكسد بتاع الإكس موجب 2، ولا موجب 3، ولا موجب 4، ولا موجب 5؟ أحسن حالة تأكسد للتيتانيوم هتبقى موجب 4، هيفقد كل إلكترونات الإس والدي ويكون الدي فارغ، يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم XO2. السؤال 82، جميع العناصر التالية يمكن أن تكون مع الأكسجين مركب صيغته الكيميائية الافتراضية XO2 ما عدا مين؟ هتلاحظ إن الإكس هنا عدد تأكسده موجب 4، كل فيديو بنقولها أو الأكسجين سالب 2 في 2 بسالب 4 تروح الجهة التانية موجب 4. التيتانيوم ممكن يكون موجب 4، المنجنيز له موجب 4، الكوبالت له موجب 4، السكنديوم ملوش إلا حالة تأكسد واحدة موجب 3، يبقى الإجابة هي جيم، السكنديوم ما يعرفش يكون الأكسيد اللي بالشكل ده، أما التيتانيوم والمنجنيز والكوبالت يقدروا يكونوا الأكسيد ده. وزي ما أنت شايف في كراسة المفاهيم هتلاحظ عندك إن التيتانيوم له موجب 4، والمنجنيز له موجب 4، والكوبالت له موجب 4. السؤال 83 بيقول لي أي مما يلي يعد صحيح، يسهل أكسدة التيتانيوم موجب 3 إلى موجب 4. أول حاجة لازم تتأكد في الامتحان هي أصلا دي عملية أكسدة ولا اختزال. موجب 3 بقت موجب 4 يبقى عدد التأكسد زاد، يبقى دي أكسدة فعلا. عايزين نعرف العملية دي سهلة ولا صعبة. لو لقيته بيتحول من حالة غير مستقرة إلى حالة مستقرة معناها إن هي عملية سهلة. لو أنت وزعت التيتانيوم موجب 3 هتيجي تبص هتلاقي نهايته 3D1، إلى تيتانيوم موجب 4 لو وزعتها تلاقي 3D0، يبقى أنا حولته من حالة أقل استقرارا إلى حالة أعلى استقرارا، لأن الدي هنا فارغ، يبقى لحد دلوقتي الجزئية ديت صح. تعال نشوف اللي بعده، ويصعب أكسدة المنجنيز موجب 2 إلى منجنيز موجب 3. أولا العملية دي فعلا أكسدة، موجب 2 بقت موجب 3 عدد التأكسد زاد، يبقى أكسدة. عايز أشوف بقى العملية دي صعبة ولا سهلة؟ هو بيقول صعبة، صعبة معناها إن كان مستقر وبقى غير مستقر، هو مش عايز يبقى كده، فهتبقى عملية صعبة. لو وزعت المنجنيز موجب 2 هتيجي تبص هتلاقي آخره 3D5، المنجنيز موجب 3 لو وزعت هتلاقي آخره 3D4، يبقى أنت حولته من حالة أكثر استقرارا إلى أقل استقرارا، هو مش عايز يبقى كده، ففعلا هتكون العملية ديت عملية إيه؟ صعبة، يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف. السؤال 84، عنصر انتقالي رئيسي إكس في حالة التأكسد موجب 4، لقيت المستوى الفرعي 3D في 3 إلكترونات مفردة، فإن جهد التأين يكون مرتفع جدا عندما يصل إلى حالة التأكسد موجب كم؟ أنا أصلا عايز أعرف هو يقصد أنهي عنصر. بهدوء، هو بيقول العنصر إكس ده في حالة التأكسد موجب 4 هيبقى فيه 3 إلكترونات مفردة في 3D، يعني هيبقى توزيعه أرجون 18 4S0، اتفقنا ان اي ايون خلاص 4S0 3D3 كده، الدي فيه 3 الكترونات مفردة زي ما هو قال. انا عايز اعرف مين العنصر ده اساسا. هنجمع الالكترونات الموجودة مع المفقودة، 18 و3 21، 21 و4 25، يبقى العنصر ده اللي يقصده هو منجنيز 25 اللي توزيعه ارجون 18 4S2 3D5، ده توزيع المنجنيز. يبقى أنا كده عرفت مين العنصر ده. هو بيقول لي جهد التأين الكام هيكون عالي جدا. جهد التأين اللي بيبقى عالي جدا اللي بيكسر مستوى الطاقة مستقر أو ممتلئ بالإلكترونات. أعلى حالة تأكسد للمنجنيز موجب 7، إن هو يفقد 2 من الإس و5 من الدي، يبقى دي أعلى حالة تأكسد. لو حاول يفقد الكترون بعد كده هيضطر ان هو يدخل على الارجون 18، او بمعنى ادق على مستوى طاقه رئيسي مكتمل بالالكترونات. طب والحل؟ يبقى كده الموجب 8 بتاعه عالي جدا، يبقى هو ممكن يفقد موجب 2 موجب 3 فاهمين لحد موجب 7، اكتر من كده هيضطر يكسر مستوى طاقه ايه مستقر، يبقى اختار اكس موجب 8. السؤال 85، 4 عناصر رموزها الافتراضية X و Y و W و Z، الـ X عنصر ممثل
جهد التأين الرابع له عالي جدا، يبقى هو كان آخره يفقد ثلاثة بس، هو مش عايز يفقد الرابع، ولما جه يفقد الرابع احتاجنا طاقة أو جهد تأين عالي جدا. مين العنصر الممثل اللي آخره يفقد ثلاثة؟ الألمونيوم، لأن الألمونيوم موجود في المجموعة الثالثة، إيه؟ آخره يفقد ثلاث إلكترونات، لو جه يفقد الرابع هيضطر إنه يكسر مستوى طاقة مكتمل أو مستقر بالإيه؟ بالإلكترونات. الواي عنصر انتقالي يستخدم في البطاريات القابلة لإعادة الشحن. البطاريات القابلة لإعادة الشحن بتبقى من النيكل كادميوم. طب اختار النيكل ولا الكادميوم؟ لا، هختار النيكل، لأن الكادميوم ما يعتبرش عنصر انتقالي لأنه موجود في المجموعة التانية بي. الدبليو يستخدم في الخرسانات المسلحة وأبراج الكهرباء اللي هو عنصر الحديد. الزد أعلى عنصر أو أعلى عناصر السلسلة الانتقالية الأولى في عدد الإلكترونات المفردة، يبقى الكروم. الكروم فيه 6 إلكترونات مفردة في الحالة الذرية بتاعته. بيقول لي أنا عايز أعمل سبيكة تستخدم في الأفران الكهربائية. السبيكة اللي بتستخدم في الأفران الكهربائية هي سبيكة النيكل كروم، يبقى أنا كده استخدمت العنصر واي والعنصر زد، يبقى واي وزد، يبقى الإجابة الصحيحة هي دال. السؤال 86، الجدول التالي يعبر عن طاقات تأين فلز ممثل، خلي بالك فلز ممثل، M بوحدة الكيلو جول لكل مول. دي جهد التأين الأول التاني التالت الرابع الخامس. بقول لي العنصر ده أو الفلز ده لو اتحد مع الكلور فإن الصيغة المحتملة للمركب الناتج هي، يبقى أنا لازم أعرف العنصر ده تكافؤه إيه أو عدد تأكسده كام، موجب واحد موجب اتنين موجب تلاتة، عايزين نعرف. هتلاقي جهد التأين 737 الأول، التاني 1450 ماشي تدريجي، التالت 7700. هتلاقي في فرق كبير جدا ما بين جهد التأين التاني والتالت، معناها إنه ما كانش ينفع يفقد تلاتة، هو آخره يفقد اتنين، يبقى ده أكيد في المجموعة التانية إيه؟ ما هو عنصر ممثل، يبقى العنصر ده تكافؤه ثنائي، والكلور أصلاً تكافؤه أحادي، يبقى صيغة المركب هيبقى MCl2، يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال 87، الشكل المقابل يوضح تدرج طاقات تأين عنصر انتقالي رئيسي، خلي بالك إن العنصر هنا مش ممثل، انتقالي رئيسي. فإن هذا العنصر يقع في المجموعة كم؟ هتلاحظ إن جهد التأين الأول التاني التالت ماشي تدريجي، وهتلاقي فرق كبير جدا ما بين التالت والرابع، معنى كده إن العنصر ده كان آخره يفقد تلاتة بس، ما كانش ينفع يفقد الإلكترون الرابع، يبقى أنا هدور على عنصر انتقالي آخره يفقد تلاتة. اللي آخره يفقد تلاتة هو السكنديوم، ما انا عارف ان السكنديوم بيبقى ارجون 18 بعدين 4s2 3d1 او 2 من الاس و1 من الدي، تمام، يبقى السكنديوم اللي هو موجود في المجموعه الثالثه بي، يبقى اخره يفقد 3 يبقى في الثالثه بي، يبقى الاجابه الصحيحه هي جيم. السؤال 88، الشكل المقابل يوضح تدرج طاقات تأين عنصر انتقالي رئيسي، فان اقصى حاله تأكسد لهذا العنصر في مركباته تساوي، يعني أكتر حاجة ممكن يفقدها كم؟ هتلاقي جهد التأين الأول التاني التالت الرابع الخامس السادس، كل ده ماشي تدريجي، وهتلاقي فرق كبير جدا ما بين السادس والسابع، يعني شوف هنا 600 1600 1600 بقت 3000 4000 وشوية 7000 وشوية 9000 وشوية، من 9000 ل 16000 فرق 7000، يبقى العنصر ده كان آخره يفقد 6، لأن في فرق كبير بين السادس والسابع، يبقى أعلى حالة تأكسد للعنصر دي العنصر ده هو مين؟ موجب 6، يبقى الإجابة الصحيحة هي باء. السؤال 89 بيقول الجدول التالي يوضح جهود تأين العنصر إكس أحد عناصر السلسلة الانتقالية الأولى، عايزين حالة التأكسد الشائعة للعنصر إكس ده هي إيه؟ هنلاحظ ان الفرق ما بين جهد التأين الاول التاني التالت كل ده ماشي تدريجي، في فرق كبير جدا بين التالت والرابع، يبقى العنصر ده اخره يفقد 3،
وطالما اخره يفقد 3 يبقى هو موجود في التالتة بي اللي هو السكنديوم. حالة التأكسد الشائعة للسكنديوم هي موجب 3، اصلا هو ملوش الا حالة تأكسد واحدة موجب ايه 3. يبقى الاجابة الصحيحة هي ب. سؤال رقم 90 بيقول: يوضح الجدول التالي التركيب الالكتروني للعناصر اكس وواي وزد في احد مركباتهم او في احد مركبات كل منهم X2O3 Y2O Z2O، وجايب لي التركيب الإلكتروني ركز للأيون الموجب اللي هو الـ X موجب والـ Y موجب والـ Z موجب. موجب كم هنعرف دلوقتي، موجب كم هنعرف دلوقتي. الـ X هنا موجب 3، يبقى ده توزيع الـ X موجب 3 وده توزيع الـ Y موجب 4، ما هو الـ Y هنا موجب 4 وده توزيع الزد موجب 1 هو اللي قدامك ده. فبيقول لي انا عايزك ترتب لي العناصر على حسب الزياده في جهد التأين. طيب انا عايز اعرف مين العناصر دي اصلا. اتفقنا بكل سهوله ان انا اجمع الالكترونات الموجوده والمفقوده 18 و3 21 و3 24، يبقى ده الكروم. 18 و3 21 و4 25 يبقى ده المنجنيز. 18 و10 28 و1 29 يبقى ده النحاس. يبقى انا كده عرفت مين الاكس والواي والزد لان هو عايز ايه العناصر مش الايونات. بيقول لي رتبهم على حسب الزياده في جهد التأين. المفروض ان احنا واحنا ماشيين من اليسار الى اليمين بشكل عام، لو مش هندخل في اي حالات شاذه او كده يعني، المفروض ان شحنه النواه الفعاله بتزيد فجهد التأين بيزيد، يعني بيطلع عينك عشان تخلي الإلكترون يخرج. فهيبقى عندي هنا على الشمال الكروم، بعدين المنجنيز، بعدين النحاس، لأن أنت عارف إن ده عدده الذري 24، ده 25، ده 29. فطبيعي يكون جهد التأين بتاع النحاس أكبر من المنجنيز، أكبر من الكروم. النحاس اللي هو زد، تمام؟ والمنجنيز اللي هو واي، والكروم اللي هو اكس. يبقى زد اكبر من واي اكبر من اكس، يبقى الاجابه الصحيحه هي ب. السؤال رقم 91 في تعريف العنصر الانتقالي بيقول: اي من التراكيب الالكترونيه التاليه لعنصر من عناصر العمله اللي هي المجموعه الاولى بي لا تثبت انه من العناصر الانتقاليه. خلي بالك العناصر بتاعه المجموعه الاولى بي هي كده كده عناصر انتقاليه. انا ما قلتلكش ان هي مش انتقالية، انا بقولك ما ايه التوزيع اللي ما يثبتش ان هي انتقالي. هي كده كده انتقالي في اي توزيع، هي انتقالي بس اللي ما يثبتش ان هي انتقالي. طيب واحدة واحدة، عشان نثبت ان العنصر هيكون انتقالي ان لازم يكون عندي الكترونات مفردة في المستوى الفرعي الدي او الاف طبعا، تمام، في الحالة الذرية أو أي حالة من حالات عدد التأكسد. تعال نشوف كده NS1 N-1 D10، ده أصلا التوزيع العام للمجموعة الأولى بي. هل التوزيع ده يثبت إن العنصر ده عنصر انتقالي؟ لا ما يثبتش. ليه ما يثبتش؟ لأن الدي هنا مفيش فيه إلكترونات مفردة. تاني، التوزيع ده هو كده كده العنصر انتقالي بس التوزيع ده ما يثبتش انه انتقالي، يبقى ده التوزيع اللي ما يثبتش انه هو انتقالي. طب يا مستر ما الاجابه بقى اهوت في دي 10، ليه ما اختارهاش؟ اصله كاتب لي ان اس 2، ده التوزيع العام للمجموعه الثانيه بي مش الاولى بي، يبقى ده غلط. طيب طب جيم، ده معناه ان نحاس مثلا اللي هو عناصر العمله فقد 2، واحد من الاس وواحد من الدي، فالدي بقى فيها 9، يعني عندي الكترون مفرد في الدي، يبقى يثبت انه انتقالي. هنا فقد 3، 2 من الاس، 1 من الاس، و2 من الدي، فالدي بقى فيها 8، يعني فيها 2 الكترون مفرد، يبقى اثبتنا انه انتقالي. ما الذهب له موجب 3 عادي وموجود في عناصر العمله اللي هي المجموعه الاولى بي، يبقى الاجابه الصحيحه هي الف. السؤال 92 أمامك عبارتين عن عناصر السلسلة الانتقالية الأولى. العبارة واحد: جميع العناصر الانتقالية في السلسلة الانتقالية الأولى تتعدد حالات تأكسدها ما عدا السكنديوم. العناصر الانتقالية في السلسلة الأولى اللي هي من أول السكنديوم لحد النحاس ملكش دعوة بالخرصيم لأنه مش عنصر انتقالي، كلهم لهم أكتر من حالة تأكسد
ما عدا السكنديوم له حالة تأكسد واحدة بس. طبعا صح، زي ما خدنا قبل كده في الجدول اللي كل فيديو بنعرضه، أو هتلاحظ إن كل العناصر الانتقالية اللي في السلسلة الانتقالية الأولى ليها أكتر من حالة تأكسد ما عدا السكنديوم له حالة تأكسد واحدة بس اللي هي موجب 3. طيب بيقول لي جميع العناصر في السلسلة الانتقالية الأولى، ما قالش إن هم انتقالي، يبقى أنا هشتغل من السكنديوم لحد الخرصين، كلهم لهم أكتر من حالة تأكسد ما عدا السكنديوم والخرصين. طبعا معلومة صح، لأن الخرصين ملوش إلا حالة تأكسد واحدة موجب 2، والسكنديوم ملوش إلا حالة تأكسد واحدة موجب 3. خلي بالك أنا اشتغلت هنا لحد الخرصين لأن قال لي السلسلة بالكامل، ما حددليش إن هي العناصر الإيه؟ الانتقالية. يبقى كلا العبارتان صحيحتان، يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال 93، عنصر غير انتقالي من السلسلة الانتقالية الأولى. خلاص عرفنا، يبقى بيتكلم على الخرصين. كل العبارات اللي جاية دي صح عن الخرصين ما عدا إيه؟ لتكوين مركباته يفقد إلكتروني الفور اس. طبعا لو انت شفت في الجدول هتلاقي ان الخرصين اخر واحد اهو ملوش الا حالة تأكسد واحدة موجب 2، عشان يكون اي مركب ليه لازم يفقد 2، هيفقدهم منين؟ من الفور اس. يبقى المعلومة دي صح، عشان يكون مركباته هيفقد الكتروني الفور اس. موجود في المجموعة ال 12 صح؟ ما هي المجموعة ال 12 هي نفسها المجموعة التانية بي، زي ما احنا شايفين في الجدول الدوري، ادي الخرصين اهو موجود في المجموعة التانية بي، او المجموعة الايه؟ ال 12. تمام، يستخدم في صناعة الكابلات الكهربائية. غلط. تمام، النحاس هو اللي بنستخدمه في صناعة الكابلات الكهربائية. يستخدم في جلفنة الفلزات صح، لحمايتها من الايه؟ التآكل. يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال 94 بيقول لي أي مما يمثل، المفروض أي مما يأتي يمثل عنصر غير انتقالي يدخل في تصنيع أجهزة تخزين وتحويل الطاقة الكهربائية اللي هي البطاريات القابلة لإعادة الشحن. البطاريات القابلة لإعادة الشحن درسنا إن إحنا بنستخدم فيها النيكل كادميوم، بس هو قال لي عنصر غير انتقالي، وطالما غير انتقالي يبقى أكيد، وطالما غير انتقالي يبقى أكيد يقصد مين؟ الكادميوم، لأن يا شباب الكادميوم أهو موجود في المجموعة التانية بي، وإحنا قلنا المجموعة ديت لا تعتبر عناصر إيه؟ انتقالية. يبقى الإجابة الصحيحة هي جيم، عنصر مين؟ الكادميوم. السؤال 95، سبيكة تتكون من عنصرين أحدهما انتقالي والآخر ممثل، كل منهما يعطي حالة تأكسد واحدة فقط، تستخدم هذه السبيكة في صناعة إيه؟ طيب واحدة واحدة، مين العنصر الانتقالي؟ ركز، انتقالي بيدي حالة تأكسد واحدة بس اللي درسناه السكنديوم، كان بيعمل سبيكة مع عنصر ممثل اللي هو الألمونيوم، وبرضه ملوش إلا حالة تأكسد واحدة موجب 3. السبيكة من السكنديوم والألمونيوم هل تستخدم في الطائرات والمركبات الفضائية؟ غلط، كنا بنستخدمها في طائرات الميج المقاتلة لخفتها وشدة صلابتها. يبقى الإجابة الصحيحة هي باء. السؤال 96، عنصر انتقالي إكس يقع في السلسلة الانتقالية الثانية، مش السلسلة الأولى، يتميز بأن له حالة تأكسد تتعدى رقم مجموعته. كنا قلنا قبل كده إن حالة التأكسد بتعدى رقم المجموعة في المجموعة الأولى بي، في الأولى بي اللي هي فلزات العملة، بس هو قال لي في السلسلة الانتقالية الثانية. السلسلة الانتقالية الثانية اللي هي دي، وده المجموعة الأولى بي اللي هي دي، يبقى يقصد عنصر مين؟ الفضة اللي هو اي جي. تعال نشتغل. بيقول لي هل الفضة تدخل مع القصدير في صناعة سبيكة البرونز؟ غلط، سبيكة البرونز كانت نحاس او مع قصدير، يبقى يقصد النحاس مش الفضة. انا عايز الفضة في السؤال، انا خلاص عرفت ان احنا بنتكلم على عنصر الفضة. حالة التأكسد موجب واحد له تثبت انه عنصر انتقالي، مش احنا اتفقنا ان عناصر العملة بتبقى NS1 N-1 D10، دي عناصر العملة، يبقى لو فقد واحد هيفقده من الاس هيبقى الدفع 10،
مش هيبقى فيها الكترونات مفرده، يبقى ما اثبتناش ان هو انتقالي. خلي بالك هو كده كده عنصر انتقالي. انا بقول لك ايه الحاله اللي تثبت ان هو انتقالي؟ هل موجب واحد؟ لا، موجب واحد ما تثبتش ان هو انتقالي، لان مش هيظهر معايا اي الكترونات مفرده في الدي. طيب هل العنصر ده اللي هو الفضه يقع في الدوره السادسه؟ لا، موجود في الدوره الخامسه. لو انت شفت الجدول الدوري اهو، احنا بنتكلم على عنصر الفضة اللي هو سلسلة انتقالية تانية، هتلاقيه في الدورة الخامسة مش في الدورة السادسة. يتساوى مع اليوتيريوم 39 في عدد الالكترونات المفردة. طب تعال نشوف الجدول الدوري تاني كده. يلا، اليوتيريوم اهو، اليوتيريوم ده تحت السكنديوم. خلي بالك هو بيقول لي الفضة مع اليوتيريوم بيتشابهوا في عدد الالكترونات المفردة. دي معلومة صح. عرفنا ازاي؟ هقول لك، اليوتيريوم ده في المجموعه الثالثه بي، اللي التوزيع العام بتاعها NS2 N ناقص 1 D1، عنده الكترون مفرد واحد في الدي اهو، يبقى عدد الالكترونات المفرده واحد. والفضه عنده NS1 عنده الكترون مفرد واحد في الاس اهو، تمام، يبقى عدد الالكترونات المفرده هنا وهنا تمام واحد الكترون مفرد. يبقى الإجابة الصحيحة هي دال. طبعا مش محتاج أقول لك إن أنت ممكن تشيل N و N ناقص 1 دي وتكتب التوزيع الصح بقى. يعني بالنسبة للفضة هتكتب له إن هي 5S1 4D10، وبالنسبة لليوتيريوم هتكتب 4S، وبالنسبة لليوتيريوم هتكتب 5S2 4D1 وهكذا. المهم عرفنا إن الإجابة إيه؟ دال. السؤال 97 بيقول لي تتكون سبيكة النحاس الأصفر من عنصرين رمزهما الافتراضي X و Y. النحاس الأصفر كان نحاس وخرصين، وتتكون سبيكة البرونز من عنصرين رمزهما الافتراضي X و Z. خلي بالك الإكس مشترك هنا، البرونز نحاس وقصدير، يبقى المشترك ما بين السبيكتين هو النحاس. يبقى الإكس ده نحاس، الإكس ده نحاس، بس النحاس الأصفر نحاس وخرصين، أما البرونز نحاس وقصدير. كده أنا عرفت مين الإكس والواي والزد. تعال نجاوب. بيقول لي العنصر إكس غير انتقالي. أنا قلت إكس هو النحاس والنحاس عنصر انتقالي. غلط. العنصر واي أول فلز عرفه الإنسان. الواي هنا هو الخرصين، أول فلز الإنسان عرفه هو النحاس. غلط. العنصر إكس يستخدم في جلفنة الفلزات، النحاس هو الإكس، ما بيستخدمش في جلفنة الفلزات. العنصر زد من العناصر الممثلة، زد هو القصدير، القصدير فعلا من العناصر الممثلة. تعال نشوف الجدول الدوري قدامك هو، ده عنصر القصدير موجود في الفئة بي، اللي بينتهي بإس أو بي ما عدا بي 6 دي بنسميها عناصر ممثلة. يعني اللي قدامك دول اللي أنا عامل عليهم الخطوط ده، ودول دول اسمهم عناصر إيه؟ ممثلة. السؤال 98، عنصر إكس من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى، تحتوي ذرته على 15 أوربيتال تام الامتلاء بالإلكترونات، جميع ما يلي صحيح عن العنصر إكس ما عدا. هو قال لك العنصر ده من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى، يبقى أنت معاك من أول السكنديوم لحد الخرصيم. ممكن طالب ذكي يقول لي يا مستر 15 أوربيتال، الأوربيتال بيشيل 2 إلكترون، 2 في 15 ب 30، خلاص عرفت إن هو الخرصيم. هي الطريقة دي غير دقيقة في الحل، بس قدرت أوصل بسرعة. هو ده آخر واحد في عناصر السلسلة الانتقالية الأولى. أو طالب يبدأ يوزع 1s2 2s2 أو 2b6 3s2 3b6 أو 4s2 بعدين 3d أهو هنا 10 أهو. أدى أوربيتال 2 2 و3 5 و1 6 6 و3 أوربيتالات ممتلئة يبقى 9 و1 10 10 و5 أوربيتالات يبقى 15. عرفت إن هو الخرصيم. تمام، أبدأ أشتغل بقى. بيقول لي كل المعلومات دي صح عن الخرصين ما عدا يستخدم في جلفنة الفلزات، لسه قايلنا يعتبر عنصر انتقالي. غلط، الخرصين ما يعتبرش عنصر انتقالي، له حالة تأكسد وحيدة صح،
اللي هي موجب 2 يقع في المجموعة الثانية ب، دي معلومة صح. السؤال 99 بيقول لي ثلاثة عناصر X وY وZ تتبع السلسلة الانتقالية الأولى، يبقى من أول السكنديوم لحد الخرصيم. الـ XO2 يدخل في تركيب مستحضرات الحماية من أشعة الشمس، يبقى الـ X ده هو التيتانيوم TiO2. كاتيون العنصر Y في مركب YO2 يحتوي على 3 إلكترونات مفردة في الـ D. طب واحدة واحدة، الـ Y هنا موجب 4، عايز يقول ان الواي موجب 4، توزيعه هيكون ارجون 18 4s0، ده اكيد ايون، 3 الكترونات مفردة في الدي، يعني مثلا الدي في 3. عايز اعرف من العنصر ده اجمع الالكترونات الموجودة مع المفقودة، 18 و3 21 و4 25. اللي عدده الذري 25 هو المنجنيز، يبقى انا كده عرفت ان الواي ده منجنيز. طيب نشوف اللي بعده، كاتيون العنصر زد في المركب اللي قدامك ده في نفس الالكترونات المفردة الموجودة في ذرة الواي، خلي بالك ذرة الواي اللي هو المنجنيز، عايز يقولك ان كاتيون الزد، هو الزد هنا كام؟ موجب 4. مين العنصر اللي لو فقد 4 هيبقى عنده 5 الكترونات مفردة؟ انت عرفت منين ان هم 5؟ ما هو بيقول لي نفس عدد الالكترونات المفرده الموجوده في ذره الواي، ما هي دي ذره الواي اهو. ما هو المنجنيز توزيعه في النهايه 4s2 3d5، يعني عنده 5 مفرد. مين العنصر اللي لو فقد 4 هيبقى عنده 5 مفرد؟ من كتر الحل هتلاقيك بتوصل بسرعه عن طريق الجدول اللي بوريه لك، اللي هو الكوبالت. مش فاهمين، طالب عايز يحل بهدوء يقول لي يا مستر انت بتقول ان الزد موجب 4، اللي هو العنصر ده الايون بتاعه موجب 4، هيبقى ارجون 18 4s0 3d5، هيبقى فيه 5 مفرد اهو. عايز اعرف مين العنصر ده، اجمع الالكترونات الموجوده مع المفقوده، 18 و5 23 و4 27، اللي عدده الذري 27 هو الكوبالت. وفعلا الكوبالت موجب 4، عنده 5 مفرد نفس ذرة المنجنيز. يبقى الحمد لله أنا عرفت مين التلات عناصر. أي العبارات التالية صحيح؟ العنصر Y يدخل في زراعة الأسنان، Y قلنا منجنيز، المنجنيز ما بيدخلش في زراعة الأسنان، اللي بيدخل في زراعة الأسنان هو التيتانيوم. العنصر Z اللي هو كوبالت يستخدم كعامل حفاز في هدرجة الزيوت، غلط، ده النيكل. عدد الإلكترونات المفردة في ذرتي الإكس والواي متساوي، الإكس والواي اللي هو التيتانيوم والمنجنيز، التيتانيوم ذرته فيها 2 مفرد والمنجنيز 5 مفرد، غلط، يبقى كده الإجابة الصح هي د، نفهمها. بيقول عدد الإلكترونات المفردة في أيوني واي موجب 3 وزد موجب 3 متساوي، المنجنيز موجب 3 يا شباب، المنجنيز اللي هو الواي موجب 3 ده، لو انت وزعت المنجنيز موجب 3 هتلاقي نهايته 3d4، 3d4 دي معناها ان في 4 مفرد. طب تعال نوزع كده، الزد موجب 3 اللي هو الكوبالت موجب 3، لو وزعت الكوبالت موجب 3 هتلاقي نهايته 3d6، ما هو دي 6 يعني 4 مفرد برضه، يبقى عدد الالكترونات المفردة هنا وهنا متساويين اللي هم 4. السؤال رقم 100 بيقول أربعة عناصر A و B و C و D تتبع الفئة D وتقع في الدورة الرابعة، في الدورة الرابعة يعني السلسلة الانتقالية الأولى، فإذا علمت أن الـ A و B متتاليان، العنصرين الـ A والـ B دول ورا بعض ويتشابهان جدا في الخواص مع العنصر اللي قبلهم في الدورة، تاني كده، الـ A والـ B دهم عنصرين ورا بعض وشبه بعض جدا وشبه اللي قبلهم في الدورة، هو من التلاتة اللي يكونوا جنب بعض وشبه بعض دول؟ أكيد حديد كوبالت نيكل اللي هي المجموعة التامنة، يبقى أكيد العنصرين اللي بتكلم عليهم هو الكوبالت والنيكل، هما شبه بعض وشبه اللي قبلهم في الدورة في الخواص، تاني كده، يبقى A B C D. أنا كده عرفت إن الـ A والـ B هو الكوبالت والنيكل،
وهيكونوا شبه اللي قبلهم اللي هو الحديد. كمل. الدي والسين متتاليان برضه؟ اه. ويتشابهان في عدد الإلكترونات الموجودة في الثري دي، يعني هما ورا بعض العنصرين، وعدد إلكترونات الثري دي هنا وهنا متساوي، ممكن يكونوا نحاس وخرصين. الدي هنا في 10 والدي هنا في 10، وممكن يكونوا كروم ومنجنيز. الثري دي هنا في 5 والثري دي هنا في 5، ممكن. طب تعال نجرب. بيقول لي ال اي يمكن ان يكون المنجنيز. غلط. الاي قلنا الكوبالت. الاربع عناصر متتاليه في السلسله الانتقاليه الاولى، ممكن. ازاي؟ مش الكوبالت 27، نيكل 28، نحاس 29، خرصين 30، اهو ممكن فعلا الاربع عناصر يكونوا ورا بعض او متتاليين. كلهم بيحتووا على زوج من الالكترونات في الفور اس، يعني الفور اس فيها 2. غلط. ليه؟ السي ده يا كروم يا نحاس، وفي الحالتين الفور اس فيها كام الكترون؟ واحد. يبقى دي غلط. بيقول لي يتشابه العنصر A اللي هو الكوبالت مع العنصر دي في اقصى حاله تاكسد. غلط. اقصى حاله تاكسد للكوبالت موجب 4، الخرصين موجب 2، يبقى دي غلط. نيجي بعد كده للاسئله المقاليه. السؤال رقم 1 بيقول الجدول التالي يوضح التوزيع الالكتروني لكاتيونات بعض عناصر السلسله الانتقاليه الاولى، ادرسها جيدا ثم اجب. الدبليو موجب 2 ده توزيعه، عايز اعرف مين العنصر ده. اجمع الالكترونات الموجوده مع المفقوده، 18 و6 24 و2 26، اللي عاده الذري 26 هو الحديد. 18 و3 21 يبقى ده السكنديوم. 18 و9 27 و2 29 يبقى ده النحاس. 18 و1 19 و3 22 يبقى ده التيتانيوم. بيقول لي مين العنصر اللي بيدي حالة تأكسد تعدي رقم مجموعته، يبقى أكيد العنصر ده موجود في المجموعة الأولى بي، يبقى عنصر النحاس، يبقى واي. ما هو العنصر اللي بيتميز بأنه شديد الصلابة كالصلب ولكنه أقل منه كثافة، يبقى تيتانيوم اللي هو الزد. العنصر الذي يعطي حالة تأكسد واحدة فقط، السكنديوم، يبقى العنصر اكس. مين العنصر اللي موجود بأكتر عنصر وفرة في القشرة الأرضية في العناصر دي يعني، تمام، أو عناصر السلسلة الانتقالية الأولى؟ هو الحديد اللي هو العنصر W. السؤال رقم 2 بيقول الشكل البياني أو الشكل المقابل يعبر عن عدد الإلكترونات المفردة في كاتيونات أربعة عناصر B و E و C و E. يفضل عشان تبقى السؤال أفضل عشان نقول أربعة عناصر متتالية في السلسلة الانتقالية الأولى، تمام. بيقول لي بقى أي من هذه العناصر يعطي حالة تأكسد تساوي رقم مجموعته، ومين من العناصر ديت يستخدم مع الصلب في صناعة سبيكة مقاومة للأحماض. طيب واحدة واحدة كده وتعالى نشوف هنحلها ازاي. انا بداية لازم اتعرف على البي والاي والسي والاي دول مين، بس انا هقول لك على معلومة بس كده في الاول، تمام، تفهمك الدنيا شوية. اعلى عدد الكترونات مفردة تظهر في ايون هي 5. تاني كده، اعلى عدد الكترونات مفردة تظهر في ايون، بتبقى 5 الكترونات مفردة، يبقى ده اهو 5، يبقى ده تعالى كده اهو ده 5 الكترونات مفردة، تمام. مين اللي الموجب 3 له يدي 5 مفرد؟ اللي يدي 5 مفرد في الموجب 3 هو الحديد، اللي قبل الحديد هو المنجنيز، اللي بعد الحديد كوبالت نيكل. طب انا عايز افهم واتاكد ان اللي انت بتقوله ده صح يا مستر. اللي قبله منجنيز، المنجنيز موجب 3، لو وزعته هتلاقي فيه دي 4، يعني 4 مفرد، يبقى ده 4، تمام كده. طب اللي بعده كوبالت موجب 3، الكوبالت موجب 3 هتلاقي الدي فيها 6، بعد ما تفقد 3 الدي فيها 6، يعني 4 مفرد. اي فعلا، او قصاده 4 مفرد، تمام. النيكل موجب 3،
لما النيكل يفقد 3 الدي هيبقى فيها 7، الدي 7 يعني 3 مفرد، أو بص كده دي 3 مفرد. أنت عارف كده أنا أستنتج إيه؟ إن كل شرطتين بواحد، معنى كده إن شايف ده كده الشرطتين دول أو المربعين، كل مربعين بواحد، كل مربعين بواحد، أه يبقى هنا إلكترون مفرد، 2 3 4 5. عشان بس الطلبة ما تتلخبطش وتفكر إن المربع الواحد هنا بواحد، ولو إن الأفضل كان يوضحها يعني، تمام؟ عشان تبقى سهلة. وبرضو على الخط الأفقي تمام، كل مربعين بإيه؟ بواحد يعني، يعني ده منجنيس 25، حديد 26، كوبالت 27، نيكل 8 وإيه؟ و20. أنا كده قدرت أعرف مين الأربع عناصر. بيقول لي مين العنصر من الأربعة دول اللي له حالة تأكسد تساوي رقم مجموعته؟ المنجنيز اللي هو البي. ليه؟ الحديد والكوبالت والنيكل في المجموعة الثامنة ما عندهمش حالة تأكسد موجب 8. هو بيقول لك مين العنصر اللي بيدي حالة تأكسد تساوي رقم مجموعته؟ هما ما عندهمش موجب 8 وهما في المجموعة الثامنة، فما ينفعش اختار لا حديد ولا كوبالت ولا نيكل. أما المنجنيز له موجب 7 وهو في المجموعة الكام؟ السبعة، فله حالة تأكسد تساوي رقم مجموعته. ماشي، بيقول لي أي من هذه العناصر يستخدم مع الصلب في صنع سبيكة مقاومة للأحماض؟ إحنا درسنا إن سبيكة النيكل مع الصلب مقاومة للأحماض، النيكل هو العنصر إي، يبقى الإجابة إي. السؤال رقم 3 بيقول لي ادرس الشكل المقابل ثم أجب. جايب لي علاقة ما بين العدد الذري وعدد الإلكترونات المفردة في الـ 3D، مش في الذرة بالكامل. مين اللي عنده إلكترون مفرد واحد في الـ 3D؟ ده السكنديوم. اللي بعده تيتانيوم D2 عنده 2 مفرد فعلا اهو. اللي بعده فاناديوم D3 عنده 3 مفرد. اللي بعده كروم هتلاقي الدي فيها 5 فعلا، 5 مفرد اهو مش 4. بعدين المنجنيز الدي فيه 5 فعلا اهو، في 5 زي الايه؟ الكروم. بعدين الحديد الدي فيها 6، 6 يعني 4 مفرد فعلا، هنا 4 اهو. هنا الكوبالت دي 7 يعني 3 مفرد فعلا، الدي هنا اهو في 3 مفرد اهو، يبقى الرسمه دي مظبوطه فعلا بنسبه 100%. بيقول لي مين في العناصر اللي قدامك دي له اقصى حاله تاكسد ايه شائعه؟ انا قلت لك حاله التاكسد الشائعه اللي بتكون في دايره. انا معايا دلوقتي من السكنديوم لحد الكوبالت، اعلى حاله تاكسد شائعه هنا موجب 3، موجب 4، موجب 5، موجب 3، موجب 4، موجب 3، موجب 2، اعلى حاله شائعه. هو ما قالش حاله تاكسد وسكت، كنا اخترنا المنجنيز موجب 7، فبقول تأكسد شائع يبقى موجب ايه؟ 5، يبقى الفاناديوم. الفاناديوم عندي انا رمز له بالرمز سي، تمام؟ يبقى السؤال ده اجابته سي. اي من هذه العناصر النادر الوجود في القشرة الارضية؟ اقل عناصر السلسلة الانتقالية الاولى وفرة في القشرة الارضية هو السكنديوم اللي هو العنصر ايه؟ السؤال رقم 4، الشكل التالي يوضح طاقات التأين المختلفة لعنصرين من عناصر الدورة الرابعة، أحدهما انتقالي والآخر ممثل. خلي بالك العنصرين في الدورة الرابعة بس في واحد انتقالي اللي هو X والآخر ممثل اللي هو Y. المطلوب منك إن أنت تعرف لي أصلاً مين الممثل ومين الانتقالي، ورقم ورمز المجموعة اللي بيقع فيها العنصر Y اللي هو الممثل، واستخدام لأحد أكاسيد العنصر X اللي هو الانتقالي. طب بس نعرفه الأول هو مين وبعدين نبقى نشوف موضوع الاستخدامات ده. تعال على الرسم البياني الأزرق، الأزرق هذا جهد التأين الأول، جميل. جهد التأين الثاني أعلى منه حاجة بسيطة، تمام. في فرق كبير ما بين جهد التأين الثاني والثالث، معناها ان العنصر ده كان اخره يفقد 2، تمام. يبقى جهد التأين الثالث له عالي جدا، يبقى ده العنصر الممثل اللي هو واي، وهيكون فيه المجموعة الثانية ايه لانه اخره يفقد 2. طب معنى كده ان الخط اللي بالاسود ده
هو العنصر الانتقالي. تعال نشوف، هتلاقي جهد التأين الأول تمام، التاني تدريجي، التالت تدريجي، الرابع تدريجي. ماشي تدريجي، في فرق كبير بين جهد التأين الرابع والخامس، معناها إنه كان آخره يفقد أربعة، يبقى موجود في المجموعة الرابعة بي. مين ده؟ التيتانيوم. أهو بقول لك عناصر الدورة الرابعة، يبقى ده التيتانيوم. عايز استخدام لأحد أكاسيد التيتانيوم، ما احنا درسنا تي أي أو 2، كنا بنستخدمه للوقاية من أشعة الإيه؟ الشمس، في الكريمات اللي بتستخدم في الحماية من أشعة الإيه؟ الشمس، لأن دقائقه النانوية ديت ما بتسمحش بمرور الأشعة الفوق بنفسجية وبتعكسها. تمام. يبقى ندخل على السؤال 5، بيقول الرسم البياني التالي، تمام، لخمسة عناصر من السلسلة الانتقالية الأولى. تمام، عايزين بقى نحل الأسئلة دي، ما أنا لازم أعرف أصلا مين العناصر دي وبعدين نبقى نشوف الأسئلة. طيب قبل ما نحل أستأذنك كده تظبط لي الرسم ده، يعني تخلي ده لحد هنا كده، تمام، اللي هو الحتة الصغيرة ديت بس بتبقى خطأ بسيط كده من المصمم. تمام أهو، يعني العنصر ده فيه 6 إلكترونات مفردة والعنصر ده فيه 5 إلكترونات مفردة. تمام، واضح كده من الرسم إن العدد الذري وإحنا ماشيين كده بيزيد، ويفضل كان يقول إن هم عناصر متتالية. تمام، اللي الذرة بتاعته فيها 6 إلكترونات مفردة ده عنصر الكروم. تمام، يبقى ده الكروم 4s1 3d5. اللي قبل الكروم الفانديوم d3 عنده 3 مفرد، اللي قبل الفانديوم التيتانيوم d2 عنده 2 مفرد، اللي بعد الكروم المنجنيز، المنجنيز فيه 5 مفرد d5، وبعدين بعد المنجنيز الحديد d6 اللي هم 4 مفرد فعلا. جميل، عرفت من العناصر الخمسة اللي بيتكلم عليهم. بيقول لي اذكر رمز العنصر الذي يستخدم أكسيده الخماسي كعامل حفاز في صناعة المغناطيسيات فائقة التوصيل. احنا عارفين ان اللي هو V2O5، يبقى العنصر هو الفانديوم، يبقى العنصر ده هو البي. جميل، ندخل على السؤال اللي بعده، عايز رمز العنصر اللي أكسيده الرباعي، هو يقصد هنا اللي هو الفلز موجب 4 يعني، واللي قبله ده الفلز موجب 5، ده اللي يقصده. تمام، بس كانت ممكن تصاغ بطريقة أفضل من كده شوية. تمام، أكسيده الرباعي يستخدم في مستحضرات الحماية من أشعة الشمس الفوق بنفسجية اللي هو TiO2. تمام، يبقى العنصر ده هو التيتانيوم اللي هو العنصر A. اللي بعده، عايز العنصرين اللي بنستخدمهم عشان نعمل سبيكة خطوط السكك الحديدية، منجنيز وحديد. المنجنيز والحديد اللي هما العنصرين دي وإي. ماشي، العنصر اللي بيشذ في توزيعه الإلكتروني هو الكروم اللي هو العنصر سي. تمام، ندخل على السؤال رقم 6، بيقول عند فقد 3 إلكترونات من المستوى الفرعي 3D هوصل لأعلى حالة تأكسد للعنصر واي. تاني كده، أنا لو فقدت 3 من الدي هوصل لأعلى حالة تأكسد. اصلا يا مستر انت ما ينفعش تفقد من ال 3D الا لما تفقد من ال 4S. انا الاول بفقد من ال 4S 2 وهفقد من ال 3D 3 زي ما هو قال، وصلت لاعلى حالة تأكسد، يبقى العنصر ده ارجون 18 4S 2 3D 3، يبقى العنصر ده فانديوم 23، هو ده العنصر واي. جميل، عرفنا ان هو الفانديوم. بيقول لي اذكر خاصيتين للسبيكه المكونه من الواي مع الصلب، يعني الفانديوم مع الصلب. كنا قلنا ان السبيكه بين الفانديوم والصلب بتستخدم في زنبركات السيارات. ليه؟ نكتب بقى الخواص بتاعتها، لانها ليها ايه؟ قساوه عاليه وقدره كبيره على مقاومه التاكل. يبقى الخصائص اللي عايز نكتبها للفانديوم مع الصلب هتقول له تتميز بقساوة عالية وقدرة كبيرة على مقاومة الإيه؟ التآكل. جميل، أدى السؤال الأول. السؤال الثاني،
بيقول لي أنا عايز استخدام واحد للأكسيد المحتوي على أيون الواي، اللي هو الواي اللي هو الفانديوم، في أعلى حالات تأكسده. أعلى حالة تأكسد للفانديوم موجب 5، والأكسيد اللي يقصده V2O5، عايز استخدام واحد ليه؟ أنت معاك دلوقتي في الكتاب أهو مجموعة استخدامات لخامس أكسيد الفانديوم، أدا 1 2 3 4، اكتب اللي يعجبك. اكتب له يستخدم كصبغة في صناعة السيراميك والزجاج، عامل حفاز في صناعة المغناطيسيات فائقة الإيه؟ التوصيل. هو عايز استخدام واحد. نيجي للسؤال رقم 7، عنصران إكس وواي من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى، يبقى من أول السكنديوم لحد الخرصيم، يتميز كل منهما بامتلاء المستوى الرئيسي الثالث، قلتها في الفيديو اللي فات، معناها 3S 3B 3D مليانين. مين العناصر اللي عندي 3D مليانة 3D10؟ نحاس وخرصين. يبقى العنصرين اكس وواي دول نحاس وخرصين. بقول لي اذا علمت ان عدد الكترونات المستوى الطاقة الاخير اللي هو الرابع من السلسلة الانتقالية الاولى دي اخرها مستوى رابع في العنصر واي اكبر من عدد الكترونات مستوى الطاقة الاخير في العنصر اكس، يبقى الواي ده هو الخرصيم والاكس ده هو النحاس. وانت عرفت منين يا مستر؟ ما هو النحاس 4S1 3D10 والخرصين 4S2 3D10، يبقى الخرصين المستوى الرابع اللي هو الاخير فيه 2 الكترون، وهنا في 1 الكترون بس، يبقى ده اكبر من ده. بقول لي مين فيهم انتقالي؟ النحاس اللي هو الاكس. من غير انتقالي؟ الواي اللي هو الخرصيم. بيقول لي اذكر اسم مركبين من مركبات الاكس اللي هو النحاس، احدهما يستخدم في تنقية مياه الشرب، كنا بنستخدم كبريتات النحاس 2، هذا المركب بتاع النحاس اللي بنستخدمه في تنقية مياه الشرب، والاخر يستخدم في الكشف عن سكر الجلوكوز اللي هو محلول فهلنج. محلول فهلنج ده قلت لكم قبل كده ان هو احد مركبات النحاس الثنائي الموجوده في وسط قاعدي، تمام؟ اللي هو محلول فهلنج بنستخدمه في الكشف عن سكر مين؟ الجلوكوز. السؤال رقم 8 بيقول الجدول التالي به بعض ايونات ومركبات العنصر، والعنصر ده انتقالي من السلسله الانتقاليه الاولى وسميناه اكس او رمزنا له بالرمز اكس. لو انت حسبت الاكس هنا هتلاقيه موجب 3، هنا الاكس هتحسبه هتلاقيه موجب 5، لان كاتيون الامونيوم على بعضه بموجب 1، والاكسجين سالب 2 في 3 بسالب 6، سالب 6 وموجب 1 سالب 5، تروح الجهه الثانيه تبقى موجب 5، السيانيد بسالب 1 في 6 بسالب 6، تروح الجهه الثانيه موجب 6 ناقص 1، ما هو خلي بالك هنساهم بسالب 1 اهو، تمام؟ هيطلع الاكس ده بموجب 5. عايز رمز العنصر اكس واستخدام واحد لاحد مركبات العنصر اللي بعده في الدوره في اقصى حالات تاكسده. واحده واحده، انا معايا الجدول اللي هو بقول لك عليه ده، انت هتلاحظ ان اللي له موجب 5 هو مين؟ هو الفانديوم اهو، ده اللي له موجب 5. يبقى انا كده قدرت اعرف ان العنصر اللي بيقول عليه هو الفانديوم رمزه V، عايز استخدام للعنصر اللي بعده، اللي بعده هو مين؟ بعد الفانديوم كروم، عايز مركب ليه في أقصى حالات تأكسده، أقصى حالة تأكسد للكروم موجب 6، خدنا مركب K2 Cr2O7، هنا الكروم موجب 6 وده مركب للكروم، تمام؟ كنا بنستخدمه كعامل إيه؟ مؤكسد أو مادة مؤكسدة، يبقى استخدامه هيكون مادة إيه؟ مؤكسدة. جميل، نيجي بعد كده لأسئلة المستويات العليا اللي هي آخر جزء في الدرس. السؤال رقم 1 بيقول لي 4 عناصر انتقالية، خلي بالك من انتقالية، يبقى أنا كده لغيت الخرصين، متتالية ورا بعض من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى، يبقى احنا بنتكلم من أول السكنديوم لحد النحاس. جميل، بيقول لي رموزها الافتراضية A و B و C و D وأكبرها في العدد الذري دي، يعني اللي على الشمال هنا، ما هو أنت وأنت ماشي من اليسار لليمين العدد الذري بيزيد، يبقى A B C D. إذا علمت أن الكاتيونين B موجب 3 و D موجب 3، تمام، لهم نفس عدد الإلكترونات المفردة في الأوربيتالات، أي مما يلي يعد صحيحا،
يبقى انا لازم اعرف مين اصلا الاربع عناصر دول. خلي بالك ان هو قال لي ان هو متتاليه وانتقاليه. طيب انا هقول لك بس الاول كده على الطريقه التقليديه الاساسيه اللي هتشتغل بيها. تعالى مثلا نبدا بعنصر السكنديوم، اللي بعده تيتانيوم، ما هو قال لي متتاليه، فانديوم كروم. هو قال لي ان ده وده اللي هو البي موجب 3 والدي موجب 3 نفس عدد الالكترونات المفرده. التيتانيوم موجب 3 في واحد مفرد، اشتغل بقى ووزع. الكروم موجب 3 في 3 مفرد، يبقى مش متساويين، يبقى البدايه دي غلط، يبقى ما ابداش بالسكنديوم، جرب تبدا بالتيتانيوم. تمام، انا بس عايز اقول لك الفكره الاساسيه اللي انت ممكن تشتغل بيها. تعال نبدا كده بالتيتانيوم، بعده فانديوم، بعدين كروم، بعدين منجنيز. هو قال لي ان بي موجب 3 ودي موجب 3، الاثنين نفس عدد الالكترونات المفرده. الفانديوم موجب 3 هفقد 2 من الاس وواحد من الدي، هيتبقى لي 2 مفرد، وده اهو موجب 3 هيبقى الدي فيها 4، يعني 4 مفرد. هنا 3 مفرد وهنا 4 مفرد، مش متساويين، يبقى البدايه دي غلط. ما تبداش بتيتانيوم، جرب تبدا بايه؟ فانديوم. تمام؟ طيب ماشي، امسح الكلام ده كده وتعالى نجرب نبدا بفانديوم، بعده كروم، بعده منجنيز، بعده حديد. كروم موجب 3 وحديد موجب 3، لان هو بيقول لي هنا بي موجب 3 ودي موجب 3. الكروم موجب 3 في 3 مفرد، الحديد موجب 3 في 5 مفرد، مش متساويين، ما ابداش بالفانديوم، ابدا بالكروم. معلش هي الطريقه دي اطول شويه بس اضمن. تمام، يلا انا عندي هنا كروم، هبدا بالكروم خلاص اهو، بعدين منجنيز، بعدين حديد، بعدين كوبالت. المفروض ان البي موجب 3 والدي موجب 3 يكونوا نفس بعض في عدد الالكترونات المفرده. المنجنيز موجب 3 هتلاقي فيه 4 مفرد، والكوبالت موجب 3 هتلاقي الدي فيها 6، يعني 4 مفرد، يبقى متساويين. الحمد لله انا كده قدرت اعرف مين الاربع عناصر. تمام، اشتغل بقى. بيقول لي يستخدم E2O3 اللي هو الكروم، اللي هو Cr2O3 في عمل الاصباغ، صح؟ احنا فعلا خدنا ان اكسيد الكروم الثلاثي يستخدم في عمل الاصباغ. KCO4 ماده مؤكسده ومطهره، السي اللي هو الحديد، غلط، ده KMnO4 هو اللي ماده مؤكسده وايه؟ ومطهره. سبيكه الدي والسي تستخدم في خطوط السكك الحديديه اللي هي الحديد والكوبالت، غلط، ده الحديد والمنجنيز. البي عامل حفاز في تحويل الغاز المائي الى وقود سائل، البي ده اللي هو المنجنيز، غلط، اللي بيحول الغاز المائي الى وقود سائل هو الحديد، بنستخدمه كعامل حفاز. يبقى الاجابه فعلا هي ايه؟ الف. جميل، ادخل على السؤال رقم 2. بيقول لي العنصران زد ودبليو من الفئه دي احدهما تحتوي ذرته على اربع مستويات رئيسيه. خليك ذكي، اول ما يقول لك اربع مستويات رئيسيه يبقى اعرف انه في الدوره الرابعه العنصر ده، والاخر على ست مستويات رئيسيه يبقى موجود في الدوره السادسه. جميل، وينتهي التوزيع الالكتروني لكل منهما كما يلي: العنصر زد NS2، بعدين Y زائد 3D X زائد 1، وده العنصر W NS2، بعدين Y زائد 1، بعدين DX. الاول خلينا نتفق ان الدي اخرها 10 الكترونات، وعشان الدي اخرها 10 الكترونات يبقى الاكس ده ما ينفعش تزيد عن 1، جرب نعوض عن الاكس بواحد. تمام، يبقى الاول العنصر زد ده، تمام، واحده واحده بس كده، هيبقى الدي ده فيها 10، والعنصر اكس اللي تحت ده الدي فيه هيبقى 1. ليه يا مستر؟ لان انت خلاص افترضت ان الاكس بواحد، هنا اكس بس يبقى 1، هنا اكس زائد 9، يعني 1 زائد 9 10. جميل، طب تعالى نشوف الواي، ما انا عايز اعرف الواي دي بكام. انت عارف ان البدايه دايما عندي 3D، ايه 3D؟ عشان تخلي اللي تحت ده 3D يعني ممكن تخلي الواي ب2، 2 زائد 1 3، يبقى نو 3D. يبقى انا كده افترضت ان الواي بكام؟ ب2، اطلع فوق عوض عنها ب2 كده، 2 و3 كام؟ 5. طيب ما انت عارف ان رقم الاس اكبر من الدي بواحد، يعني ده 6s2 وده 4s2. فعلا انا كده اثبتت ان ده عنده 6 مستويات رئيسيه وده 4 مستويات رئيسيه،
وعرفت ان العنصر الاول ده موجود في المجموعة التانية بي، العنصر اللي فوق ده موجود في التانية بي 2 و10 12، واللي تحت ده في التالتة بي تحت السكنديوم، والعنصر اللي تحت ده في التالتة بي اللي هو اصلا السكنديوم. طيب بيقول لي الاتنين موجودين في نفس المجموعة، غلط. 2 و1 3 يبقى في التالتة بي، 2 و10 12 يبقى في التانية بي. يمتلك كل من الدبليو والزد اكتر من حالة تأكسد، غلط. اللي موجود في التالتة بي بيكون له حالة تأكسد واحدة موجب 3، والتانية بي غالبا بيكون موجب 2 بس. السبيكة المكونة من الدبليو مع الزد تستخدم في طائرات المج. احنا عرفنا ان ده سكنديوم وده هو الزئبق. عرفت منين يا مستر؟ ما انا معايا الجدول الدوري، وعرفت ان هو في المجموعه الثانيه بي اللي ده، وموجود في الدوره السادسه اهو. اهو يبقى ده عنصر مين؟ الزئبق. يبقى انا بتكلم على السكنديوم مع الزئبق. جميل. يبقى المفروض دلوقتي ان الاجابه هتكون د. يضاف الدبليو اللي هو السكنديوم الى ابخره الزئبق لانتاج ضوء عالي الكفاءه يشبه ضوء الشمس، بنستخدمه في التصوير التلفزيوني اثناء الايه؟ الليل. يبقى الاجابه الصحيحه هي د. السؤال رقم 3، عنصران اكس وواي من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى، ومعنى ان انا اقول لك السلسله الانتقاليه الاولى يبقى الدوره الرابعه، يعني الان باربعه انتهت، الان باربعه عوض بقى بالان باربعه يبقى 4s2، 4 ناقص 1 3، بعدين 3d، 4 ناقص 1 3 يبقى 3d3، هنا الان باربعه 4s2، 4 ناقص 1 3 دي ان زائد 1، 4 زائد 1 5. ده توزيع عنصر الفانديوم 23، وده عنصر المنجنيز 25. نشوف مين المعلومة اللي صح. تستخدم سبيكة الاكس، ما هو الاكس ده اللي هو العنصر اللي فوق وده العنصر واي زي ما قال في السؤال، في صناعة خطوط السكك الحديدية، غلط. خطوط السكك الحديدية بتبقى مش فانديوم، بتبقى حديد ومنجنيز. سبيكة الاكس تستخدم في زنبركات السيارات، الفانديوم مع الصلب في زنبركات السيارات، وواي اس او 4 اللي هو ام ان اس او 4 فعلا ده مبيد للايه؟ للفطريات. يبقى الاجابه الصحيحه هي ب. السؤال رقم 4 اللي هو اخر سؤال معانا، بيقول لي تلات عناصر انتقاليه، يبقى الغي الخرصيم، من السلسله الانتقاليه الاولى اكس وواي وزد. الاكس يستخدم كعامل حفاز في تحضير النشادر بطريقه هابر بوش، يبقى العنصر ده هو الحديد، وعنده عدد الكترونات مفرده اسمه ايه؟ يبقى عنده 4 الكترونات مفرده، ما هو الحديد في 4 مفرد. عنصر يستخدم في طلاء المعادن ودباغه الجلود الكروم، وعنده الكترونات مفرده اسمها بي اللي هي 6 الكترونات مفرده، فعلا الكروم عنده 6. عنصر يستخدم في زراعه الاسنان والمفاصل الصناعيه اللي هو تيتانيوم، وعنده الكترونات مفردة اسمها سي اللي هي 2 الكترون مفرد. لو جمعت الاي مع البي مع السي يعني 4 و6 10 و2 12 هيطلع لي 12، اللي هي عدد الاوربيتالات تامة الامتلاء في عنصر اسمه دبليو. تعال كده نشوف مين العنصر اللي فيه 12 اوربيتال ممتلئ. طيب واحدة واحدة اهو، 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 ادي اوربيتال مليان، 2 2 و3 5 5 و1 6 6 و3 9 9 و1 10 اوربيتالات ممتلئه، لسه كمان 2 3d كم؟ انا عايز الدي يكون فيه 2 اوربيتال ممتلئ. انت عارف ان الدي 5 اوربيتالات، المفروض ان احنا الاول بنوزع فردي او واحد 2 3 4 5 بعدين 6 7 كده عشان اخلي في 2 اوربيتال ايه ممتلئ، يبقى 3d7. يبقى العنصر ده لو جمعت الارقام اللي فوق دي هتلاقي عدده الذري 27 اللي هو مين؟ الكوبالت. يبقى انا كده عرفت ان العنصر W هو الكوبالت، عايز احد استخدامات ال W اللي هي الكوبالت. بسيطه جدا، قول له بقى الكوبالت ده تمام
ممكن استخدمه في صناعة المغناطيسيات او البطاريات الجافة في السيارات الحديثة؟ ممكن تقول له الكوبالت 60 في أشعة جاما بنستخدمها في حفظ المواد الغذائية او التأكد من جودة المنتجات، او بنستخدمه في مجال الطب في الكشف عن الأورام الخبيثة وإيه وعلاجها. وتبدأ بقى تقول اي حاجة من دول. كده خلصنا الدرس الأول من الباب الأول من كتاب مندليف ثالثة ثانوي 2025. أتمنى تكونوا فهمتم. بالتوفيق والنجاح دايما إن شاء الله.